شهدت منطقة الصوانية الواقعة على مستوى الطريق الرابطة بين معتمدي التالا ومدينة القصرين تمشيطا بري وجوي باستعمال الطائرات العسكرية، كما شهدت تعزيزات أمنية وعسكرية، وذلك بعد رصد تحركات لمجموعة إرهابية في المنطقة المذكورة. ومن جهة أخرى، شهد جبل السلوم ليلة البارحة قصفا مدفعيا كثيفا استهدف المغاور والكهوف والأماكن التي اتخذت منها العناصر الإرهابية مخبأ لها. كما جاء هذا القصف بعد اشتباكات جدت يوم أمس في جبل السلوم بين وحدات الجيش الوطني ومجموعة إرهابية متحصنة بالجبل. المواجهات جاءت بعد عملية تمشيط بري وجوية إثر انفجار لغم أول أمس على مدرعة عسكرية دون أن يسفر عن تسجيل أي إصابات تذكر في صفوف الوحدات العسكرية. كما قامت طائرة عسكرية بتمشيط الجبل لساعات طويلة من يوم أمس، رافقتها مواجهات مسلحة بين الوحدات العسكرية ومجموعة إرهابية تمكنت من الفرار فيما بعد دون تسجيل إصابات في صفوف الجيش الوطني. ومن جهتها، تحولت تعزيزات أمنية وقامت بتمشيط سفح جبل السلوم والمناطق المحاذية له، كما قامت بغلق الطرقات والمنافذ المؤدية إلى المنطقة العسكرية بالجبل المذكورة، وذلك لدعم الوحدات العسكرية وتضييق الخناق على المجموعات الإرهابية حتى لا تتسلل إلى الأحياء والمناطق المحاذية لجبل السلوم. عمليات عسكرية متواصلة ليل النهار في مرتفعات القصرين من جبل السلوم وسمامة والشعامبية، هدفها تضييق الخناق على المجموعات الإرهابية المتحصنة في الجبال.